السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم ناد كرياسيون اغا كوزين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اذا هذا النهار بالوجود ديالكم وبالحضور ديالكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذه اللي غادي تكون ان شاء الله بث مباشر او بالاحرى اولى. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم ناد كرياسيون اغي كويزين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت بغيت نتقاسم معكم واحد شكل من الاشكال ديال التمر اللي كيكونوا اللي كيجي معمر على شكل هو تمر عادي. حنا غادي نردوه بريستيج على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا غادي نحتاجوا للتمر، اي نوعيه ديال التمر عندكم سواء التمر المجهول او التمر العادي. انا هذا عندي المجهول هو الصغير ماشي الكبير، وهذا هو ديجا صوبتو كيف كتشوفوا بديتو ديجا هادو المجهول الكبير. اذا هنا يمكن لكم تاخذوا حتى التمر العادي، ماشي ضروري يكون التمر غالي، التمر اللي عادي وغادي نردوه من عادي للبريستيج. غادي يكون هكا وغيصبح هكا ان شاء الله. اذا غادي تبقاو معايا غادي تشوفوا لا فيديو ان شاء الله كيفاش غادي نصوبوها. هنا كنزولوا العظام للتمر، بطبيعه الحال التمر عندنا مغسول ومنقي ومسوح وفي امان الله. هنا غنبداو حنا الوصفه ديالنا اللي كنحتاجوا لها التمر. غنديروه معمر بالقرقاع وغادي نديروه في الشوكولا ان شاء الله. اذا خليكم معايا وتبعوا المراحل. هذه وصفه سهله مهله، شي حويجه اللي كتجي راقيه كيمكن نقدموها للضيوف ديالنا ولحبابنا ولنفسنا ولاي حاجه. اذا هنا غادي نحيد انا هاد العظام كاملين ديال هادو وغادي نرجع ان شاء الله معكم. التمر عندي طيب بزاف، رطب بزاف كيف كتشوفوا، رائع. انا من عشاق التمر وبالاخص هذا اللي تيكون بهذا الشكل، هذا تيكون هكذا رطب، تيجي رطب وبصراحه تيكون غزال ولديد. انواع التمر كلها زوينه وكلها مفيده. فباش نزينوا المائده ديال الضيوف ديالنا في المناسبات في اعياد، هذا من هادو وصفات اللي كيمكننا نجهزوهم حتى نديوهم صواب ولا في المناسبات. حنا كنعرفوا دابا في كيمشي التمر في الخطبه، في عدد ديال المناسبات تيدار في لي بوفي، تيدار في بزاف الحويجات. فوالا انا غنكمل باش ما نطولش عليكم، غنكمل التمر ديالي نزولو العظم ونرجع معكم. اذا انا كيف كتشوفوا هنا كملت التمر زولتو كل العظم، دابا غنبقى ناخذ التمره. هذه اسهل ما يمكن، اسهل حاجه يمكن لكم ديروها وتعمروا التميره ديالكم هكذا. وغادي يكون عندي لو شوكولا اللي مذوبه ونغطس هكذا فيه. هذه الطريقه سهله وتيجي لذيذ بزاف هذا الشكل هذا ديال التمر. غنجيب شي بلاطو في البلاستيك ونبقى نحط فوق داك الميكا. كنقطروه باش ما كيهزش الشكلات اكثر من القياس وباش ما كيتوسخناش البلاصه اللي كنصوبو فيها. هانتوما كديروا القياس ديال الجوز اللي بغيتيو. فات لي سبق ودرت معكم فيديو ديال التمر بريستيج معمر بطريقه واحده اخرى مختلفه. نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف، الطريقه او لا فيديو اللي فات حطيت نحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باش اللي بغى يرجع يشوفها. انا كنديرو هكذا حيت التمر عندي طايب بزاف، دونك ملي كنلويه كنعمرو اللويه باش كيتجمع داك وكيتشد على داك الجوز اللي دايره في قلب منه. نقطرو مزيان باش ما نوسخوش البلاط ديالنا وعاد غادي نزينوه.
كاين واحد العدد ديال الطرق باش نزينو، كل واحد تيزين على حسب لي مويان ديالو، على حسب شنو عندو وشحال مره كنقضيو غير بحويجات بساط كتكون عندنا في الدار كنقضيو بها. بالنسبه للتزيين خصنا نبداو نزينو قبل ما يبس، قبل ما تيبس الشوكولا باش تقبض لنا. انا غنزين بهاد العقيقات هادو اللي كتشوفو، يمكن لكم تشريو القياس اللي بغيتيو، 5 دراهم 10 دراهم ماشي شي حاجه. هانتوما غادي ندير شويه هكا وشويه هكا باش نزين، غير ما نساوش اننا التزيين نديروه قبل ما يبس الشكلاط، حيت الا يبس ما غاديش يقبض لنا داك لي بونبون اللي دايرين. هادي واحد الحليوه بسيطه، واحد نحطوها في دوازاتاي، نحطوها انا قلنا كيف قلنا في الطبيله ديال زوقوا بها الطبيله ديال الضيوف ديالنا، وفي نفس الوقت شي حويجه اللي كتجي رائعه. اذا غنستمر على هذه الطريقه هذيك وريتكم اللي هي بسيطه وسهله، واللي يمكن لاي وحده ولو مبتدئه يمكن لها تصوبها في البيت ديالها. ما غتاخذش منها شي حاجه كثيره، شويه التمر شويه ديال الكركاع على قياس الوجد اللي عندكم او تجيبوه، وعمروا التعميره كتبقى لكم اختياريه. اللي عنده لوز يمكن يعمر به، عندك كاجو عمر به، عندك اي حاجه عمر بها التمرات ديالك، عندك لوز مطحون صوبتي مثلا شويه كبغزال وبقات لك العقده ديال اللوز يمكن لك تصوب بها هاك هادشي، تعمر بها التمرات هكذا بشويه شوكولا. وها حنا عندنا حويجه مزيونه وفي المستوى. كنتمنى البنات يعجبكم هاد لا فيديو هادي، وما تنساونيش من الدعم ديالكم ولي لايك لايك لايك. متفرجات الكرام اللي كنبغيكم وكنحماق عليكم، كنتمنى انكم ما تنساونيش من لايك والبارطاج مع الاهل ديالكم، وانكم تجربوا هاد الوصفات في البيوت ديالكم اللي هي سهله وبسيطه. حنا بكم باش كنزيدوا القدام، بالدعم ديالكم انتم باش حنا كنزيدوا وكنقلبوا دائما على شي حويجه مزيونه في المستوى نعطيوها لكم. اذا انا غنكمل التمرات اللي مازالين عندي كاملين ونرجع عندكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو ان شاء الله، ونوريكم الطريقه باش غادي نزين الطريقه الاخرى باش غنزين. الو هادو غنزينهم هاد لي بونبون، هادو عندي شكيل اخر ديال لي بونبون غادي نوريه لكم اللي حتى هو كنا نزينو به. نعتذر منكم ما جهزتهمش من قبل، عندي قبل تيقاو تشكالات كنحير. هنا غنزولو نزوقوهم بهاد لي بونبون هادو اللي غادي نحطوهم في شي حويجه بهاد الشكل هكدا، وغنخليو حتى يقبطو راسهم. بحال دابا بالنسبه لهادي قبطات راسها شويه، لان وغنديرو لهم غير هكدا الرويصات ديالهم. هذا عاود تشكيل مشكيلات، اذا مازال نعاود نصوب نكمل كل شيء ونرجع عندكم ونوريكم طريقه باش زوقتهم ان شاء الله. اذا هنا زوقت هادو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، زوقت هادو بهذه الطريقه، زوقت هادو هكذا غير الرويصات ديالهم، هادو ما كثرتش منهم مع لي بونبون شويه، ما كاينش الدراري صغار
اللي غادي ياكلوهم، وهادو غادي نزوقهم بان شوكولا بلون. بهذه الطريقه هكذا نوضع بحسب. فوالا هادو درناهم عاود بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هنا. من بعد ما غادي يبسو كيف كتشوفوا المنظر ديالهم، من بعد ما غادي يبس لي لو شوكولا ديالي غادي نوضعهم في هاد الكيسات هادو. كاينين شكيلات اما هكا دايرين، انا غادي نحاول نحلهم شويش. وعندي هادو على هاد الشكل هذا اللي هما اوفال، حتى هما غادي نخدمهم ندير فيهم باش نقدم فيهم، باش كيعطيو واحد المنظر جميل. واللي ما بغاش يدير لهم لا كيسات لا حتى شي حاجه يخليهم غير هكذاك، يمكن له يخليهم غير هكذاك. اذا بعد ما يبس لي لو شوكولا ديالي غادي نرجع عندكم ونوريهم لكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا البنات التميرات ديالنا هما واجدين كيف كتشوفوا، شوفوا على منظر تيجي فيهم رائع بصراحه، تيجيو تيشهيو وحويجه اللي هي سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه برمشه عين. يمكن حتى لاخر لحظه يجيو الضيوف ديالكم وعندكم كل شيء في الدار، كتوجدوهم دغيا وتقدموهم للضيوف ديالكم بالصحه والعافيه. كنتمنى ما تنساونيش من لي لايك. شكرا لكم وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، موعدنا قريبا. الى اللقاء.